وبعد أكثر من عام على إيداع مشروع قانون الحق النقابي لسلك الديوانة بالمجلس التأسيسي، مشروع قانون تم تجاهله إلى حد الساعة، الشيء اللي دفع أعوان الديوانة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام المجلس للمصادقة عليه في أقرب الأجال. تقرير لدواج عودي. ديوانة حتى واحد ما يحقرها وما يهمشها، وطاو يعرفوا الجواب بتاعنا نهار الجمعة. احتجاجا على تأخر المجلس الوطني التأسيسي في تمرير مشروع القانون المتعلق بتمكين أعوان وإطارات الديوانة من ممارسة العمل النقابي، تجمع اليوم عدد من ممثلي الديوانة أمام مقر المجلس، لكنهم تفاجئوا بعدم خروج أي نائب للاستماع لهم والتفاعل مع مطالبهم. جايين اليوم ما عنا حتى مطلب آخر إلا حقنا في ممارسة العمل النقابي. هو على طاولة المجلس التأسيسي عنده برسك عام من سبتمبر عام الأول، معناها محسوب عقدوا عليه جلسة، لكن فيه خطأ شكلي نضرب عليه 9 شهور. مش لوجيك كلام هذايا، معناها ولا ثم تهميش، يزم يجينا واحد ويكلمنا. ما حقرناش بالنسبة لنا، احنا ديوانية تحقروا اليوم، وهذا شيء ما نش نسكتوا عليه. المجلس التأسيسي نستعرفوا بيهم على راسنا وعينينا، يخدموا في الشعب ويخدمونا، احنا اطراف الشعب، احنا ملقين صدوراتنا. امشي للحدود شوف، امشي للحدود شوف العوان، شوف الضغوطات اللي نعملوا فيها، شوف الظروف اللي نخدموا فيها، كالك سواء في الحدود، في المطارات، في المواني، في كل بلاصه. مع هذا ما هيش مزيه، نخدموا في بلادنا وفي شعبنا وفي اقتصادنا. من جهه اخرى هدد الديوانيه بالدخول في اضراب مفتوح بدايه من يوم الجمعه في صوره عدم الاستجابه لهم. الاضراب هو ارقى اشكال الاحتجاج، يبقى شكل شرعي في الاحتجاج، ولكن ما نحبوش نوصلوا له. ولكن يبدو اليوم وأنه المجلس التأسيسي كان تفرجوا معايا الأبواب موصى ذه ومغلقة، وما خرج لنا حتى إنسان باش يحكي معانا، رغم أنه معناها توالت المطالب معناها من أجل تحقيق العمل النقابي. يا سيدي احنا ما صارت ثورة، وثورة من نتائج متاعها فهمتوا ليه تكريس العمل النقابي. أعطيونا حقنا، أعطيونا حقنا، لا تخضعوا العمل الديواني إلى المساومات السياسية. هذا وسجل التحرك اللي قام به أعوان الديوان اليوم مساندة من قبل النقابات الأمنية، اللي أكدت على ضرورة تمكين كل الأسلاك من الحق النقابي. نساندوهم في مطالبهم المشروعة، وخاصة الاستحقاق النقابي، ونتمنى من السلطات المعنية وسلطات الإشراف أنها تجلس إلى طاولة الحوار وتسمع مشاغلهم، وأنها في نفس الوقت أنها تسن لهم القانون اللي يخول لهم تعاطي نشاط النقابي وعدم تضييق على النقابيين بالديوان. وللإشارة فإنه على خلفية التحرك هذا انعقدت جلسة ظهر اليوم مع ممثلي المجلس الوطني التأسيسي، تم على إثرها تعليق الإضراب على أن يتعهد المجلس بالنظر في مشروع القانون الأربعاء المقبل على أقصى تقدير.